بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في ازاي نقدر نحقق هاي افيلابيليتي بالنسبة للكونفيجريشن مانجر، وهنتكلم عن الهيراركي بتاعة كونفيجريشن مانجر. خلونا نجيب وايت بورد نشرح عليها. احنا لغاية دلوقتي كنا شغالين على البرايمري سايت، فالبرايمري سايت الكلاينت بيحصل له اساين ليها، وكلام ما بين البرايمري سايت والكلاينت بيكون عن طريق المانجمنت بوينت. طيب انا لو المانجمنت بوينت بتاعتي وقعت، ايه الحل؟ كده الكلاينت مش هتعرف تاخد بوليسي، مش هتعرف تاخد الحاجات اللي بابلشت ليها او الاعدادات السيتنجز والكلام ده، مش هتقدر تتكلم مع السايت. فالحل اللي انا اقدر يعني اعمل انستول لكذا مانجمنت بوينت، بحيث لو مانجمنت بوينت وقعت الكلاينت هيقدر يكوميونيكيت مع مانجمنت بوينت تانية. طيب خلينا نروح على الديستريبيوشن بوينت. الديستريبيوشن بوينت كان الكلاينت هو اللي بياخد منها الابديتس، بياخد منها الابلكيشنز، بياخد منها الاوبريتنج سيستم ايمجز. برضه نفس الكونسبت، لو الديستريبيوشن بوينت وقعت فانا مش هقدر احصل على الايمجز ديت. فالحل اللي انا اقدر اعمل كريت لاكتر من ديستريبيوشن بوينت. طب بالنسبه للداتا بيس بتاعت الكونفيجريشن مانجر، كان لغايه 2012 R2 كانت الهاي افيلابيلتي بتاعت الداتا بيس كانت في الاوفر كلاستر من اول سيو تقريبا في R2، او دلوقتي خلاص في الريليز الجديده بتاعت كرنت برانش انت تقدر تستخدم الاولويز اون افيلابيلتي جروب. تتبقى المشكله الوحيده في حته الهاي افيلابيلتي بالنسبه للكونفيجريشن مانجر السايت سيستم، اللي هو السيستم اللي فيه اللوجيك بتاع الكونفيجريشن مانجر ده ملوش هاي افيلابيلتي. فكده لو السيستم ده وقع، اللي هو نعتبره اول سيستم عملناه انستول، خلاص الكونفيجريشن مانجر انفايرمنت كلها وقعت، وكان لازم الحل بقى اللي احنا نريستور من الباك اب اللي احنا اخدينه. ده اوفر فيو بسرعه كده عن الهاي افيلابيلتي بتاعت الكونفيجريشن مانجر. خلينا برضو نتكلم بسرعه عن الهيراركي. احنا زي ما شفنا احنا في الكورس لغايه دلوقتي كنا شغالين برايمري سايت بس، وكل الرولز نزلناها في البرايمري سايت، والكلاينتس بتكلم برايمري سايت. طب امتى احتاج ان انا اغير البرايمري سايت ديت واروح على نوع تاني من السايتس؟ زي احنا اتفقنا كنا في اول كورس واحنا بنعمل انستول كان عندنا حاجه اسمها سنترال ادمنستريشن سايت، وكان في حاجه اسمها سيكندري سايت. طب امتى انا استخدم الحاجتين التانيين دول؟ البرايمري سايت الماكسيمم كلاينتس اللي تقدر تكومينيكيت معاها لغايه سيستم سنتر 2012 سيستم سنتر كونفيجريشن مانجر 2012 R2 كانوا 100,000 كلاينت. من اول 2012 R2 سيرفيس باك 1 او 2012 سيرفيس باك 2، وطبعا بما في الكرنت برانش الحالي بقى يقدر يتكوميونيكيت مع 150,000 كلاينت. فبالشكل ده انت لو عندك مثلا 300,000 كلاينت، فانت محتاج تعمل اتنين برايمري سايت، واحد برايمري سايت يشتغل مع 150,000 كلاينت، وبرايمري سايت تاني يشتغل مع 150,000 كلاينت، او ممكن نخليهم ثلاثة ونخلي كل برايمري سايت 100,000 مثلا. طيب انا بدل ما يبقى عندي ثلاثة برايمري سايت منفصلين عن بعض مفيش ما بينهم اي نوع من انواع الادمنستريشن، لا انا اقدر اعمل السنترال ادمنستريشن سايت. فاحنا قلنا خلاص عندي برايمري سايت تانية هنا وبرايمري سايت ثالثة هنا، وهعمل سنترال ادمنستريشن سايت. السنترال ادمنستريشن سايت الشايلد بتوعها لازم يكون برايمري سايت بس، ما ينفعش نوع من سكندري سايت، خلينا نقول دي سكندري مثلا، ما ينفعش تبقى هي شايلد من البرايمري، سوري شايلد من السنترال ادمنستريشن سايت. السنترال ادمنستريشن سايت الشايلد بتوعها هم برايمري بس، ولازم تكون انت عامل انستول للسنترال ادمنستريشن سايت الاول، وبعد كده بتدخل تحتها البرايمري سايت. ما ينفعش تكون عامل انستول لبرايمري سايت وتجاونه بعد كده لتحت كاس، ما ينفعش، لازم يكون الكاس موجوده وانت بتنستول البرايمري سايت تقول له والله البرايمري سايت ده هيجوين الكاس ده، ما ينفعش بعد كده.
الكاس هتلم داتا من الثلاثة برايمري سايت بتوعي مثلا دول، وهتقدر تطلعهم في حتة ريبورتات. فانت هتقدر تستخدم الكاس اللي انت تقدر تشوف الريبورتس عندك مثلا. طيب ايه الرولز اللي تنزل على الكاس بس؟ وطبعا الكلاينت ما ينفعش يحصل له اساين للكاس، هو اخره الكلاينت بيحصل له اساين لبرايمري، ما ينفعش اساين لكاس. الكاس بينزل عليها الاند بوينت بروتكشن واسيت انتليجنس والريبورتنج والسوفت وير ابديت. الاسيت انتليجنس واند بوينت بروتكشن في حاله الكاس بينزلوا بس في سنترالايز ادمنستريشن سايت، وما ينفعش ينزلهم على البرايمري سايت. يبقى احنا هنا في السنترالايز بنشتغل اسيت انتليجنس والاند بوينت بروتكشن، بحيث ان هما دول اللي هيمانجوا الانفايرمنت بتاعتك بالكامل. فكده عرفنا ان احنا بنقدر نستخدم الكاس لما بيبقى عندك اكتر من برايمري سايت علشان تسنترالايز المونيتورنج بتاع الانفايرمنت والريبورتنج بتاعها، وتقدر تحدد مثلا دبليو ساس سنترالايزد سيتنجز بتاعتها من الكاس والاسيت انتليجنس والاند بوينت بروتكشن. وعرفنا ان احنا بنحتاج البرايمري سايت تانية اضافية لما بيكون عندك اكتر من 150,000 كلاينت. طيب امتى هحتاج سكندري سايت؟ سي اللي انت عندك فرع مربوط بوان لينك بطيئة، الكلاينتس دول علشان يطلعوا ياخدوا الداتا ويرجعوا خسروا الوان ديت، فالدنيا بتبقى خنيقة بالنسبة لهم، والبوليسي بتطبق ببطء وممكن يسحب ابليكيشن بطيء والكلام ده. فايه الحل؟ الحل اللي احنا بنعمل سكندري سايت كده بتكون كأنها برايمري، بس في الاخر الكلاينت جوه السايت ديت بيكون اسايند للبرايمري مش اسايند للسكندري. بس لما هيجي يسحب بوليسي بيسحبها من السكندري، ولما هيجي ياخد ابلكيشنز والكلام ده بياخدها من السكندري. فكده انا قضيت على الكوميونيكيشن ثرو الوان لينك، الا لما بيكون مثلا في ابلكيشن جديد هنعمل له بابلش للديستريبيوشن بوينت اللي هنا، يحصل له ديستريبيوت مره واحده، وبعد كده الكلاينتس اللي هنا بتسحب الابلكيشن من هنا، او الكلاينتس عموما كلها هتكلم السكندري سايت ديت، والسكندري سايت هي في الاخر هتروح تكلم البرايمري. فده عمل مينيمم مينيمايز للترافيك في الوان لينك ديت. طيب حد يقول لي انا ممكن اعمل ديستريبيوشن بوينت هنا في الريموت سايت ده ومش محتاج اعمل سكندري سايت؟ هقول له ممكن، بس برضه هيبقى عندك الترافيك بتاع المانجمنت هيبقى رايح جاي لسه برضه. ايه الرول اللي ممكن تنزل على السكندري سايت؟ المانجمنت بوينت، ديستريبيوشن بوينت، سوفت وير ابديت بوينت، اسيت سوري يوزر ستيت مايجريشن بوينت او ستيت مايجريشن بوينت. فزي ما شايفين السكندري سايت هتعتبر اللي انت بتديستريبيوت عليها مثلا اوبريتنج سيستم، وبتديبلوي الاوبريتنج سيستم على الكلاينتس اللي هناك، وبتاخد منهم الاستيت وبتديستريبيوت الابلكيشن تمانج، فسهلت عليك الدنيا. طيب انا اقدر يكون عندي كام سكندري سايت عندك في الانفايرمنت تحت البرايمري؟ وبرضه بالنسبه للسكندري سايت، السكندري سايت ما ينفعش تتقلب للبرايمري سايت، ولازم السكندري سايت تكون شايلد من برايمري سايت. انت ينفع يكون عندك في الانفايرمنت اب تو 25 برايمري سايت كلهم مسجلين تحت الكاس بتاع السايت بتاعتك، وكل برايمري سايت تقدر يكون فيها اب تو 5000 ديستريبيوشن بوينت. ال 5000 ديستريبيوشن بوينت دول ممكن يكونوا متوزعين في عدد كبير جدا من السكندري سايتس، اب تو 250 سكندري سايت. يبقى انت تقدر يكون عندك 250 سكندري سايت، ال 250 سكندري سايت دول ممكن يكون فيهم 250 سكندري سايت زائد البرايمري سايت ممكن يكون فيهم اب تو 5000 ديستريبيوشن بوينت. الانستليشن بتاع السكندري سايت سهل جدا، تيجي على الادمنستريشن في السايت البرايمري سايت بتاعتك، كليك يمين
create secondary site. وهتمشي في الوزارة بتاعة الانستليشن بتاعة السكندري سايت. السكندري سايت برضو حاجة نسيت اقولها لكم، بتسبورت اب تو 5000 كلاينت بس، كانت في اللايت فيرجن 2012 ار 2 بس، 2012 ار 2 سيرفيس باك 1 او 2012 سيرفيس باك 2 اصبحت بتسبورت اب تو 10000 كلاينت. زي ما انتم شايفين هيحصل فيها انستليشن مانجمنت بوينت وديستريبيوشن بوينت، والسيكوال اللي هينزل معاها هو سيكوال اكسبريس. السيت اب بتاع السنترال ادمنستريشن سايت برضو يعتبر سهل، واحنا شفناه الاوبشن بتاعه كان منين قبل كده، كانت من هنا في السيستم سنتر سيت اب ديسك بتاعنا. لما كنا بنقول انستول نيكست، كنا بنيجي هنا نختار انستول الكونفيجريشن مانجر سنترال ادمنستريشن سايت.